أنا وصلاح لاعبين في العالم أو في العالم العربي. محرز الوقت موش لمحرز بكل صراحة. في السابق محرز تكلمنا عليه وشجعناه وقلنا كان يستحق أحسن لاعب في إنجلترا والكرة الذهبية، ولكن نكونوا منطقيين، كل منطقيين مش فقط لأننا جزائريين، لازم نتكلموا على جزائريين دائما. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.